عقد اليوم الاجتماع العالمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ. الاجتماع هذا حضره ما يزيد على 325 شخص من متخذي القرار وقادة فرق البحث والإنقاذ، يمثلون 115 دولة ومنظمة دولية تقود فرق البحث والإنقاذ وتعنى بالأعمال الإنسانية. يهدف الاجتماع هذا إلى وضع استراتيجية خمسية تطور من خلالها فرق البحث والإنقاذ استراتيجياته ومستوياته التدريبية لخطة ممنهجة ووفق جدول زمني محدد. في النهاية يوصلنا إلى سرعة استجابة وتقديم خدمات أفضل للدول المنكوبة والناس المفقودين، وما يساعدنا لاستخراجهم وإنقاذ حياتهم إن شاء الله. أشكر دولة الإمارات الشقيقة بعقد مثل هذا الاجتماع العالمي الخاص في البحث والإنقاذ. كذلك تشرفنا هذا اليوم بالسلام على راعي الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، لقد كانت فرصة كبيرة والتقاء بعدد كبير من الخبراء المختصين في أعمال البحث والإنقاذ، إلى جانب مشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي في هذا المؤتمر وعدد من الفرق الدولية التي ستتناقش من خلال ما يتضمنه هذا الاجتماع المحاور، ستناقش كثير من الأمور الخاصة في أمور البحث والإنقاذ. حقيقة تشرفنا بالاجتماع هذا وسعدنا بالمحاضرات وأوراق العمل اللي كانت الحقيقة على مستوى عالي، ونتمنى أن نتبادل الخبرات بهالاجتماعات اللي عادة تكون الحصيلة منها فائدة. والحقيقة بهرت اليوم في نظام التطوع اللي موجود بالإمارات وبالأخص بالعنصر النسائي اللي إحنا نؤمن أنه هو النصف الآخر للرجل وهو المكمل لتطور وبناء المجتمعات.